خلال 24 ساعة أنا لازم أحول منطقتي لأحسن منطقة عندي، لأنه بصراحة زي ما أنتم شايفين المنطقة فاضية وعشوائية بزيادة، ولأن أول ما بديت في عالم الهاردكور تبعي ولا عمري فكرت إني أغيرها، بس الحين جا الوقت إني أخطط للمشاريع اللي راح نبنيها، وأول مشروع راح يكون منطقتي. يوه لي فترة مداخل العالم، شهر ونص ما دخلت العالم، شد 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 فبلا كلام كثير. حاليا اول منطقة ودي اني اضبطها واللي هي المنطقة دي، المنطقة اللي فيها بيتي حرفيا حاسس انها ابدا مو مرتبة، فاول شيء راح اسويه واللي هو اني اكسر البيت ذا، مع الاسف راح اكسره. بس قبل ما نكسر لازم نسوي لنا شيستات كثيرة عشان نقدر ننقل الايتمات لبرا، لان المخزن ذا فيها ايتمات كثيرة ولازم انقلها لبرا بالاول. نحط الشيستات بالشكل ذا، فخلينا بالاول ناخذ الشلكرات عشان نقدر ان ننقل كل الموارد للشيستات، لان الموارد اللي انا حاطها في البيت حرفيا مرة كثيرة، ومع الأسف راح أبدأ إني أكسر في البيت ذا. كان بيت جميل وسوى اللي عليه حرفيا وأكثر. ولازم قبل ما نبدا ان نبني لازم نضبط المنطقه اكثر، فاول شيء سويته بعد البيت اني بديت ان اسكر كل الحفر اللي كانت موجوده على الجبل، لانها كانت مخربه المنظر شويتين وكانت في نفس الوقت بتجيب لي موبات. وحتى المفروض اني اشيل البيكونات اللي انا حطيتها في المكان المؤقت ذا، ولاني ممكن اسوي لها مكان مخصص في المستقبل. الحين خليني اشيل قصب السكر اللي هنا، لاني في المستقبل ممكن اسوي لي شوجر كين فارم، وهدفي دحين اني اسطح المكان ذا كله، واحاول في نفس الوقت اني اسكر كل الحفر الموجوده والحفر الكبيره مره، حرفيا ذي مره كبيره لكذا، واللي في مليون حفره في المكان. اوكي نو بروبلم، خليني دحين اسكر كل الحفر. انا ايش فيني صرت اتكلم كذا هندي؟ نو بروبلم. اوكي بس ويت، في مبنى المفروض اني اشيلها من اول بس نسيت اني اشيلها، واللي هي الول فارم اللي هنا لازم اشيلها الصدق، وغير كذا لانه حرفيا ما صارت تشتغل زي اول. واخر مهمه في تضبيط المنطقه واللي هي لازم نسكر البحر الموجود في نص المنطقه عشان نقدر ناخذ راحتنا في البناء. وفكره المشروع اللي في بالي واللي انا ودي اني ابنيها في المنطقه واللي هي اني ابني الحضاره اليابانيه، لاني احس ان هي اكثر حضاره ممكن تكون مناسبه للمنطقه. فاول مبنى راح ابنيه وراح يكون شجره، ودام احنا جالسين نتكلم عن مبنى كبير فاكيد موارده راح تكون كثيره، بس اغلب الموارد دي اقدر اني اجيبها عن طريق الفارم، وراح احتاج شويتين من البينك وول على الاغلب انا عندي في الشستات في الفارم. بليز قول لي لا تقول لي ان انا ما عندي البينك وول. او ماي جاد ما عندي البينك وول، اتوقع اني ما راح احتاج اني افك او انتظر الين ما البينك وول يجيني من الفارم، بالعكس ممكن اخذ الورود دي والونهم للبينك على الاغلب. يب اقدر اني الونهم، ليتس جو. والشيء اللي ابي اعرف هل اقدر اني اكاثرها؟ يب اقدر اني اكاثرها، ليتس جو. اوكي يعني لازم اروح للنذر. بليز قولوا لي ان في بون ميل، ليتس جو. يب في بون ميل، حلو يا عمي. خلاص يا عمي تعال 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 خد في وجهك. اخيرا بعد عنا لي ساعه بجمع في ام البون ميل، احتاج كميات كبيره، احتاج كذا تشستات كلها تكون مليانه باللون البينك. شوف يا اخوان انا ماني صص، اوكي هو انا يب احب اللون البينك. ايش الصوت اللي بطلعها ذي؟ والله احتاج اكثر 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 اكثر. ونبي تقريبا حوالي 12000 من التريكوتا، 6000 منهم راح تكون بينك تريكوتا و6000 منهم راح تكون بينك تريكوتا غزل او ايا كان اسمها. اهم شيء انكم عرفتوا البلوك اللي انا احتاجها صح، وكويس ان انا عندي كميات كبيره من لون البينك عشان اقدر ان الون التريكوتا. وخلينا احط اكثر من 20 فرن عشان اقدر اطبخ البلوكات على السريع، والكل اللي معي ما ادري بصراحه اذا راح يكفي ولا لا، بس ان شاء الله انها تكفي وتحرق لي كل التريكوت اللي معي، مع اني احس انها من 7 المستحيلات انها تكمل شالكر على الاقل. بس اللي ما عملت حساب انه الشيء ده راح ياخذ مني وقت مو طبيعي، وراح اجلس انتظر وانتظر وانتظر زي الاهبل واضيع وقتي عشان بس احرق التريكوتا. فعلى الاغلب دي فكره غبيه، مو على الاغلب دي اغبى فكره انا ممكن اسوي. مستحيل اني اعتمد على الافران لوحدهم لان حرفيا كذا راح ياخذ مني وقت مو طبيعي، وانا بس عندي 24 ساعه، فمستحيل اني اعتمد على الفرن الخايس ده البطيء بالزياده اللي ما لها فايده واللي ابدا مستحيل انه يتطور. راح نسوي سوبر سملتر، تعتبر احسن من الفرن الخايس ذا. يا عمي انقلع ما احتاجك، دي الزمه. ولحسن الحظ ان موارد السوبر سملتر عندي، ولان اصلا موارده مو كثيره فما احتاج اني اتعب نفسي عشان اجمعها. بس ويت انا محتاج اني اجمع كول. عندي كمية حلوة من الكول هنا بس ما اتوقع انها راح تكفي. اوكي الكول ذا مستحيل انه يكفي، انا احتاج اكثر من 4 شلكرات من الفحم. ياه زي ما سمعتوا احتاج 4 شلكرات من الفحم، يعني واضح ان انا راح اعاني لدرجة ان المطر جاي يطبطب علي. فبلا كلام كثير خلينا ندور على الكهف عشان نبدا نجمع كول. في كول هنا فخلينا نجمعها. كول 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 يا ابوي، دز زمها دز زمها دز زمها. ايوه 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 اكتر بعض ايوه.
اوف 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 قويه قويه يقتلك. اوكي وصل مات، كيف اقول له يا ابوي دز امها دز امها. ايش تبي انت الثاني؟ ايش تبي ها؟ ايش تبي؟ ايش تبي؟ مسوي خوي انت وجهك المربع ذا وجهك المستطيل، حتى مو مربع حتى مستطيل، لك عين بعد تنافخ انت وجهك. وات الو وات وات بلاش ها. يلا يلا ادفنك وانت عايش، يلا انقلع الناس ما تستحي. وجا الوقت اني اتاكد السوبر سملتر شغاله ولا لا، ان شاء الله انها تشتغل. كل الافران شغاله، ايوه كل الافران شغاله دحين. ليتس جو، شغلنا السوبر سملتر. فتحين بس المفروض ان نفضي كل الشلكرات ونحطها في الشيس ذا. ومن بعد ما بنيت السوبر سميلتر حتى قدرت اني اجمع كمية الجلاس اللي انا احتاجها في وقت مرة قصير، تقريبا جمعت في حدود النص ساعة تقريبا حوالي 12000 من الجلاس. ودام ان احنا خلصنا من تجميع الموارد حقت الشجرة، فجاء الوقت اني نبني الشجرة ذات نفسها. مبدئياً أبداً ما كنت متوقع إنه الشجرة راح تكون بالجمال ذا لما أستخدم الشادر، من جد إنها تستاهل كل الوقت اللي أنا ضيعت عشان أبنيها. بس طبعاً ذا مو الشيء الوحيد المفروض نبنيه في المنطقة، في أشياء كثيرة لازم نبنيها، فعشان كذا الشيء الثاني المفروض إني أبنيه واللي هي البيوت، لأن المنطقة ذي ناقص لها أشياء مرة كثيرة والشغل مرة كثير، والتصميم تبعها يبغى لها شويتين موارد وأكثرها الخشب. فأول شيء لازم نبدأ فيه واللي هو الخشب. كل يوم بكسر خشب، طفشت وأنا بكسر خشب. ها إيش راح أسوي؟ فاللي راح اسوي بالمختصر اني ابني الوود فارم، عشان مره واحده ابني فارم زياده في العالم تبعي، لانه العالم تبعي ما فيه غير كم فارم بس. سو خلينا ابني الوود فارم في ال يا عمي ابدا مو وقته. بس السؤال اللي حيره العلماء، هل عندي اصلا الموارد ولا لا؟ او عندي ريدستون، وهل عندي ريدستون؟ بالله عليك قول لي عندي ريدستون، والله مكسر اروح اجمع ريدستون. ليتس جو، عندي ريدستون بس احتاج اكثر من ستاك. هل عندي اكثر من ستاك؟ عندي بلوكات ونبي الاوبسيرفر، اكثر ايتم انا بكرهه بس احتاج منها خمسه، ما احتاج حبه واحده بس. ولا تسالوني ليه بكرهه، بس عشان وجهها المستفز. ذي مو وجهها، بس ذا بس عشان وجهها المستفز يعني. وابي شويتين من السبروس خبش بس. فكالعادة لازم اروح اجمعها بنفسي عشان اتعذب كالعادة. واخر ايتم ابيه اللي هو السلايم، وان شاء الله اني الاقيه في الايتم. الايتم مين يا اهبل؟ في البيوم اللي انا كسرت جدا. سلايم هل انتم موجودين هنا؟ في سلايم هنا. دقيق، ده سلايم ولا ايش؟ ده كريبر. لا يا اخوان ما في سلايم، ليه؟ عشان بصراحة لازم اسوي لي ستيك بيستون، احتاج تقريبا 78 على الاغلب. كذا كل الموارد جاهزة، فدحين الوقت جاء ان نبنيها. والشيء الحلو ان الفارم مرة صغيرة ما يحتاج وقت عشان ابنيها. بس بعد تعب تجميع الموارد وبناء الفارم، في الاخير الفارم طلعت مش شغاله. الفارم طلعت مش شغاله، ضيعت وقتي على الفاضي، فاضطريت اني ابني واحده ثانيه بدالها، والاكثر كنت بستخدم فيها الهاني وبستخدم فيها السلايم بلوك. بعد عناء واخيرا سويت الود فارم. بس عشان تشتغل الاله الغبيه ذي فمحتاجين سابلينج، وانا ما عندي سابلينج، فلازم اروح اجمع لي سابلينج من الاتجاه ذا. والسابلينج اللي انا احتاجه واللي هو الاوك لوج والحتى السبروس لوج، وحشمع شويتين حول الفارم عشان الموبات لا تجي حواليني او لا تقتلني وتخرب ام الفارم وتخليني اني اندم دخلت عالم الهاردكور، فلازم نشمع المكان شويتين على الاغلب. جاب الكريبر بيبي كريبر هنا. خلونا اتكلم. طيب ابى اعرف منطق ماينكرافت، بقلب اينشتاين على غفله. خلينا ساكت احسن. وات اوف ايزي ايزي، دحين انا اجمع موارده مره ايزي. وكالعاده لازم ابشركم ان انا جبت العيد، لان مع الفارم اللي انا بنيتها ومع تضيع الوقت اللي انا حطيته على الفارم، في الاخير ما راح استخدم الفارم، لان اكتشفت اني احتاج للدارك اوك، والخشبه ذي بالذات ما راح اقدر اني احطها في الفارم، فراح اضطر اني اجمعها بنفسي. والخشب كذا تشيك، اخيرا خلصت منه. وابي تقريبا 200 حبه من الكام فاير، ما ادري ليه بصراحه احتاج للستريب ده بريش وود اسمه تقريبا زي كذا، تصميمي بيه كذا، انا مالي دخل. نبي البيكون اللي هنا عشان راح احتاج اني اجمع كميه حلوه من الستون.
نحط البيكون هنا. اوكي 3 4 5 6 7 8 9 نحط البيكون هنا 3 4 5 6 7 ونحط البيكون هنا. اوكي خلاص فليت امها ويلا خلينا نحطها من جد. مبدئين يا اخوان شكل البيت من بعيد وحرفيا في الليل مره فخم، بس لسه ذا مو البيت الوحيد المفروض ان ابنيه، في بيوت ثانيه المفروض ان ابنيها، والبيت الثاني اللي راح ابنيه راح يكون اكبر من ذا شويتين بس يعني راح يكون بالعرض، وما اتوقع ان المساحه دي ممكن تكفي ان ابني فيها البيت، ما ادري صراحه، وبالنسبه لمواردها فكانت عندي اغلب الموارد بسبب البيت اللي انا بنيته قبل شوي، اوه ما عندي الريد ساند ستون ولا عندي حتى السموث ساند ستون، اوه ولا عندي الستون بريك. اوكي في موارد كثيره المفروض اني اجمعها يعني. طفشت وانا اجمع موارد. فاول بلوكه ممكن ابدا فيها واللي هي الريد ساند ستون لان هي ما تحتاج كميه كبيره فخلينا نخلص منها على السريع. كان بصراحة ودي اني ابني بيت كبير ثاني بس على الاغلب ما راح يكفي المكان لان المكان او الدائرة شويتين صغيرة نوعا ما، فعلى الاغلب اني راح ابدا ابني البيوت الصغيرة. في البيت اللي بعده يحتاج شويتين موارد زي 2000 حبة بس من الاندسايت وشويتين من بلوكات الجنجل، البلوكات اللي انا بحبها مرة واللي ولا مرة استخدمتها في العالم تبعي، ياه ولا مرة استخدمتها في العالم تبعي وتوني راح استخدمها. واما بالنسبة لباقي الموارد تبعت البيت فاغلبها عندي موجودة في الشسات، فنقدر دحين ان نبني اول بيت ونوزع في كل الطرقات، والبيت اللي انا راح ابنيه راح يكون بيت شبيه للبيت اللي انا بنيته قبل. لا تسالونا كيف ما كلشت في الكلام اللي انا قلته قبل شوي، كله عباره عن تاء وكاف في نفس الوقت بس ما كلشت فيه. مشكلة المنطقة اللي انا ببني فيها المشاريع دي كلها تعتبر جدا صغيرة، وخاصة اني انا بس بنيت كم بيت والمنطقة حرفيا صارت ضيقة بزيادة، ففكرت وقتها وقلت ليش ما ابني لي بيوت صغيرة وخلاص، واحاول اني اوزعها حوالين المنطقة، والبيوت اللي انا قدرت اني ابنيها واوزعها في المنطقة حوالي 10 بيوت، وبالنسبة للخطوة اللي بعدها راح تكون اني اسوي الطرقات، واني اربطهم بكل المباني، والبلوكات اللي انا حستخدمها عشان اسوي فيها الطرقات واللي هي يا اوكي كابل ستون، ستون، وين الجرافل؟ دي البلوكات الثلاثة اللي انا راح استخدمها في المنطقة. الله شروق الشمس الجميل مع سكن الباندا ذا. وبالنسبة لحجم الطرقات فراح تكون طرقات شويتين كبيرة، واللي ما فهم قصدي يعني عادي مش لازم تفهم، مش لازم تفهم كل شيء في الحياة يعني، حرفيا مش لازم تفهم كل شيء في الحياة، حتى مش لازم تفهم كلامي ترى، أهم شيء إنك تتفرج على المقطع وأنت مستمتع طبعا يعني. الفضايح ظهرت، لا ما كان ودي أوريكم الفضايح اللي أنا سويتها تحت، أو أنتوا أصلا شفتوها في بداية المقطع، إيش الغباء اللي فيني ذا؟ وكأني تقريبا جبت العيد شويتين من ناحية الطرقات بس ما أعرف الطرقات كذا ليه؟ فعلى الاغلب راح ابدا اني احط الستون والكبل ستون عشان اقدر اعرف ايش الغلط اللي انا مسويه في الطرقات. يا ربي بس المشكله المويه اللي انا مرقعها دي لازم اني اسكرها في البدايه. وبالنسبه لتوزيع البلوكات على الطريق فوزعتها بشكل مره عشوائي واللي كانت لايقه على القريه وكانت معطي جماليه اكثر للقريه. واقدر اقول اني ضبطت الدائره واخيرا بعد عناء عانيت عشان اضبط ام الدائره دي، بس لسه ما خلصنا من الطرقات لاني لازم اوصل كل الطرقات بكل البيوت اللي انا بنيتها، والطرقات مستحيل انها تكمل كذا، لازم ننورها شويتين عشان المبات لا ترسبن، فاستخدمت بلوكه الكريستون ووزعتها على الطرقات، واستخدمت الجري كاربت على اساس انها تغطي الكريستون وعلى اساس انها هي اقرب لون من الستون، وضفت لي شويتين من السلاب كبل ستون عشان تسهل علي الطلوع اكثر. يا اخوان حاسس ان المنطقه لسه فاضيه، يا اخوان حرفيا حاسس انها لسه فاضيه ما ادري ليه، او هي اصلا فاضيه من جد، لازم اضبطها اكثر ولازم اني اضيف تفاصيل اكثر، تفاصيل اكثر اكثر، فلازم نلحق نفسنا من ناحيه التفاصيل. الين ما جاء على بالي اني اضيف البانر الجميل ذا اللي بيشبه اليابانيين او الصينيين اللي بيحطوه دائما. ليش بنضيفها؟ انا داري افكاري كلها حلوه، انا داري بالشيء ذا بدون ما تقولوا، انا داري، وعشان اسوي الديزاين اللي في بالي انا محتاج كميه كبيره من الانفل، وفكره الديزاين اللي كانت في بالي واللي هي الشكل اللي انتم شايفينه قدامكم واللي استخدمت فيه الانفل والفينس واللانترن وحتى اربع حبات من البانر واللي بصراحه عطت شكل احلى للمكان. بما اني خلصت من الاشياء الاساسيه واللي هي المباني جا الوقت نركز على الاشياء الفرعيه، وحنضيف شويه
شويتين من الورد الغبيه ذي اللي بتشبه الخياره، وغير كذا راح نضيف شويتين من الليلي باد، واخر شيء احتاجه اللي هو اللانترن، واتوقع انا ما عندي لانترن كثير. اوه عندي 16 حبه او 18 حبه. كريبر ريلاكس، ارحمني جدك ريلاكس، المكان حرفيا يفتح النفس، فارحمني جدك لا تفجره وربي لا فجر راسك تعال. لا لا فزي ما انتم شايفين يا اخوان المكان بيفتح النفس يا اخوان، كذا كذا تحسون انه بيفتح النفس زي انا لما تشوفون وجهي الجميل كذا، صح يفتح النفس زي صح. اوكي فما عليكم من الكلام الفاضي اللي انا كنت بقوله، وخلينا نركز على اخر مهمه واللي هي نوزع الشجره اللي تشرف في كل المنطقه. واول ما خلصت ما توقعت انه المنطقه راح تكون بالجمال ذا. حاسس في شيء ناقص، ما ادري ليه في شيء ناقص كذا. ليش ما ابني دراغون؟ ليش ما ابني دراغون من جد يا اخوان؟ ليش ما ابني دراغون؟ اتوقع ان الفكره ما راح تكون سيئه صح؟ افكاري كلها حلوه ما ابدا. وبالنسبه لموارد الدراغون فتعتبر نوعا ما مره سهل اني اجيب الموارد ذي. النذر بريكس وساندستون هي اكثر شيء انا احتاجهم، اما بالنسبه لباقي الموارد فاقدر اني اجيبهم او هم اصلا معي في الشستات على الاغلب. فاولا لازم نروح للنذر عشان نجمع النذر بريكس. ياي وصلنا للقلعه ونبدا نجمع زي المتخلفين. خلصنا من نذر بريكس واخيرا، وهذه هي كميه الشلكرات اللي انا احتاجها عشان اقدر اني ابني الدراغون. وبالنسبه للساندستون فاقدر اني اجيبه عن طريق الساند فارم اللي عندي. طبعا اكيد لا انسى الخشب اللي انا جيت مخصوص عشانه، مستحيل اني اسحب على الخشب، انا احتاج تقريبا حوالي 1000 ستاك. 1000 ستاك مين؟ قصدي 1000 حبه من الخشب ذا. ودام باقي لي ساعة من التحدي فبحط كل الايتمات اللي عندي حاليا في الشستات، واي شيرز بشوفه في الشستات باخذه معي عشان ابي اخذ الليفز حق التشيري ذا، وابي منه تقريبا حوالي 4 ستاكات. المكان حرفيا مره جميل في الليل. او ماي جاد لا او ماي جاد لا نو واي، ايش في ثلاث كريبرات مره واحده كذا. والخطه اللي في بالي اللي انا ودي اطبقها على التشيري ليفز واللي هي نستخدمها على حواف المنطقه يعني بالشكل ذا. اتوقع ان الفكره حتكون سيئه بالزياده. اوكي كنسل ام الفكره، فكره خايسه طلعت جد. فكره ليش ما نقول كل الشستات للبيت الكبير؟ اوه والله فكره من جد، ساك ونص من الشستات ممكن تكفي، على الاغلب ممكن تكفي. والبيت اللي راح احط فيه الشستات واللي هو البيت الكبير ذا مبدئيا راح يكون المخزن عادي، ما راح يكون اوتوماتيكي، لان المخزن اوتوماتيكي ودي اني اسويه في حلقه ثانيه. ما كنت متوقع ان الساك ونص ممكن ما تكفي اصلا. لما حطيت الشستات اخذت كل الاغراض اللي كانت موجوده برا البيت وحطيتها جوا البيت الكبير، وذا اللي واحد اخذ مني وقت مره طويل. ما توقعت ابدا ان الموارد حق دي تملي الشستات دي كلها من الجهه دي كلها، وتملي نص الشستات اللي هنا بعد، وباقي تقريبا حوالي 10 دقائق وما ادري بصراحه ايش راح اسوي فيها. ف وذا اللي قدرت اني اسويه خلال 24 ساعة، يعتبر نوعا ما انجاز اني اسوي الاشياء ذي كلها خلال 24 ساعة بس، خاصة ان الدراجون كان ياخذ مني موارد، بس الموارد كانت نوعا ما سهلة، بس أكثر شيء تعبني واللي هي الشجرة العملاقة ذي أو الشجرة الكبيرة ذي.